اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على مشكله ممكن تواجهنا او واجهتنا. المشكله دي بتحصل لان ليها عمر افتراضي، عباره عن اكس بيبقى راكب في المروحه قايم على تروس، وهنشرح بالظبط التفاصيل، فما بيخليش الحله بتاعتنا تلف. المشكلة دي بتسبب ايه؟ بتسبب ان الغسالة بتعبي مية وكل حاجة، لكن تيجي اثناء دورة الغسيل بنلاقي الجزء دوت، جزء الغسالة ما بيلفش، يعني مش بيقوم بمهمة الغسيل. الشرح هيكون على LG، وتقريبا سيستم الغسالات الفول اوتوماتيك سواء LG او توشيبا او ايا كان نوعها قايم على نفس الفكرة. هنشرح ازاي اول حاجة نحل العطل، ممكن يكون سبب تاني هو اللي ما بيخليش الغسالة تلف، ازاي نحل العطل او نكتشف ان هو ده السبب اللي محتاج يتغير. تاني حاجة هنتكلم فيها ايه الفرق بين السليم والبايظ، يعني انا دلوقتي مركبة السليم، في الحقيقة بعد ما ركبته قلت لا لازم اصور لكم فيديو ان الموضوع مش هياخد منكم غير دقايق، وان انت تشتري قطع الغيار وتركبيها. فانا قلت لا، بعد ما ركبت هوري لكم الفرق بين السليم والبايظ وازاي نحلها بنفسنا وايه سبب العطل نفسه. ده ليه؟ ده اولا الموضوع مش مستاهل ان احنا نجيب فني ونكلف نفسنا. تاني حاجة الموضوع احيانا بيبقى مثلا احنا في يوم وقفة او وقفة عيد زي اللي حصلت عندي، مفيش يعني عبال ما اتصل ويجي لي مندوب هتعطل كام يوم. طب على ايه احنا في السريع كده نقدر نحل مشكلتنا بنفسنا وما نستناش الفني او الصنايعي لحد ما يجي لنا؟ كل اللي احنا محتاجينه مفك اعادة ومفك صليبة. اول حاجة احنا لو لاحظنا في المروحة اللي من تحت، هو ممكن تختلف الشكل من موديل او من نوع للتاني، يعني LG او توشيبا او غيرها، لكن الفكرة زي ما قلنا واحدة. هو ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الغسالة بتعبي مية وبتعصر في النهاية، لكن الـ عندنا الـ الجزء دوت هو اللي ما بيلفش. طب نفكه ازاي؟ ده LG، يعني دي غسالة LG 10 كيلو 200، تمام؟ اهي ادي ده شكلها، ادي نفس الموديل، ودي مكتوب عليها تيربو دريم، ده الشكل بتاع الغسالة. هعمل ايه لو انا قربت؟ انا ماسكة بس الموبايل بايدي، شغل الفلاش، تمام. لو احنا قربنا هنلاقي فيه دايرة اهي في النص، الدايرة دي هنلاقي فيها فراغ. بصوا بأي حاجة كده هنحاول، ادي ده مفك عادة، شايفين؟ هحاول ادخل بحيث اهي هتلاقي طلعت معاكي بمنتهى البساطة، لو نشفة التكي بس عليها مش هتتكسر ولا حاجة. اهي ده الشكل بتاعها، خلاص هسندها هي عشان نشوف كل حاجة مع بعض. مجرد ان احنا نفتح هنلاقي فيه هنا هو مسمار صليبة، ده هيبقى تخين شوية، هنحاول بس نلفه. انت بنفسك تقدري تعملي المهمة دي، موضوع بسيط 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 اهو. انا هقول لكم اللي انا عملته، مش همنتج حاجة، يعني اكنك انت بتفكي بنفسك عشان اللي حابب يعمل بنفسه. مفيش ما يعني ما تخافيش او ما تخافش لو انت ايه مش مفيش حاجة هتبوظ يعني، تمام اهو. تمام انا شلت دي وشلت الجزء ده، هشيل كده المفكات اللي عندي. هنعمل ايه؟ الجزء ده خلاص مفيش اي حاجه تانية رابطه، بشده بطلعه لفوق اهو، هو كان كده انا شديته، ده عشان جديد فطلع معايا ايه، حتى لو هو ايه همترب السنه بسيطه، هنحاول نطلعه كده بايدينا، يعني نضغط بايدينا. طب بصوا بقى نلاحظ مع بعض ايه ده اللي انا غيرته، ده الجديد، ده اللي انا هقول لكم تكلفته كام. برضو انا بحاول اقرب لكم السنون عشان تكتشفوا معي، شايفين السنون؟ ده اكس قايم على السنون هنا، دي ممكن ما تبقاش واضحه بس يعني هحاول اقول لكم شايفين من جوه هنا
في مجموعه برضو من التروس. الاكس ده بيجي حوالين ده فبيخلي الجزء ده الايه يلف عاشق ومعشوق، يعني بيخليها تلف. طيب ايه اللي بيحصل في العطل؟ العطل هجيب لكم القديم اهو. ده القديم، شايفين مبرود خالص. فما بيجي بقى على الاكس اللي من تحت اللي لازق في الغسالة يجي يلف، ده متاكل، فما بيقومش بالمهمة بتاعته. يعني احنا قبل ما نغير اي حاجة ليكون سبب العطلة مشكلة تانية، لازم نتأكد لما نخلع المروحة، جزء المروحة دوت لازم نتأكد ان السنون زي ما انتم شايفين اهو. بصوا انا مقربة ازاي، هنا السنون مبرودة تماما. فهو ده لازم نتأكد 100% في الحالة دي ان خلاص عيب في المروحة. ده شايفين كده، خلاص عرفنا الفرق عشان نتكل على الله على طول ونجيب المروحة اهي. ديت اللي انا اشتريتها، ودي اللي كانت، ودي اللي كانت راكبة. بس يعني انا خدت الجزء ده ورحت للراجل، وهو بصراحة الراجل ركب لي فك دي كده وحطها لي الشكل اللي من فوق. طب تكلفتها كام؟ طبعا المروحة دي في منها انواع، انا جبت النوع دوت حسيته قريب جدا من الاصلي، جبته 110. ممكن تلاقيه اقل من كده او اغلى من كده على حسب الماتيريا او النوعية، لكن انا ما شغلتها ما لقيتش فيها اي عيب. بس وبعد كده رحت ركبتها بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم. انا كنت اهو جبت الجديدة اهي ورحت حطيتها كده. بصوا الموضوع ده، انا كمان عشان بوضح لكم الموضوع مش هياخد اهو كده، اهو مش هياخد دقايق، هجيب المسمار والمفك ونركب مع بعض. بس انا اهي دخلتها، اتاكدت اني لفت كده معايا، بحط المسمار. طيب انا في الحقيقه برضو دخلت على اليوتيوب لقيت قناة ممتازة، دي انا يعني ارشحكم ان انتوا تتفرجوا عليها، اسمها قناة ابو زياد. قناة ابو زياد متخصصة في تصليح بقى ايه الغسالات بطريقة شاملة. يعني انا ممكن اقول لكم على اعطال بتواجهني بسيطة، لا دي شاملة حاجات كتيرة جدا ممكن تستعينوا بيها. هو قال على فكرة بصراحة جميلة خالص وتوفر لنا عن كده، قال لك الاكس ده او الترس، استنوا اوريه لكم، الترس ده بيتباع منفصل لوحده. انا في الحقيقه ما لقيتهوش، يعني انا حاولت ان انا ادور عليه، مش فكره توفير بس فكره ان المروحه دي الاصليه، فما حبيتش اجيب اللي هو النوع الثاني، فحاولت اخلعها. هو خلعها في الفيديو، لكن انا حاولت اخلعها ما اتخلعتش معايا، وما لقيتش كمان الترس دي. في حالة ان انتوا لا، هو بس مش من القاهرة، تقريبا من الشرقية، ممكن يكون عنده قطع الغيار ديت. لو انتوا في حالة حابين ما تغيروش المروحة كاملة، تمام خلاص كده. انا ايه لازم بس ايه اتأكد ان المسمار لف للاخر، خلاص اهو تمام. واروح بقى ايه، بصوا في فتحة اهي، الفتحة دي هي اللي هحط فيها الجزء اللي هو بيبقى بارز من هنا. ايه رأيكم؟ استاهل لايك ولا لأ؟ لو حلت لكم المشكلة او حسيتوا ان الشرح مفيد ليكم سيبوش تدعموا قناتي ولايك بقى ماشي. بس بكبسها كده، هي بتبقى كبس. استنى بحمد الله خلصنا المهمة، مخدناش دقايق. أتمنى أكون فدتكم في الفيديو ده، مستنية تعليقاتكم الحلوة، ولو في أي ملاحظة ياريت تكتبوا لي في التعليق. مع السلامة.